السلام عليكم، أهلا بكم أصدقائنا محبي متابعين صدى نخيل أستيكس. ده علاج جديد بفضل الله اسمه سيكاسان، مبيد جديد تم الوصول لتركيبته بفضل ربنا، عنصر فعال برضه مادة النحاس، ولكن عبر استخدام مواد صديقة للبيئة ذات تكلفة منخفضة وفي نفس الوقت غير مضر للحيوانات أو الكائنات الحية، وبيتم تحضيرها أو التركيبة في خلال وقت بسيط، والحمد لله المبيد موجود وبيغني عن المبيد الفطري اللي هو كنا بنستخدم كوسايد أو بنستخدم أي مادة تانية وكانت مضرة للبيئة أو محاذيب، ده ملهاش أي ضرر، ونقدر نركبها كمان في البيت، ونقدر نركبها من أساسات صحية غير إن هي مفيدة للبيئة وبتحافظ على التنوع البيولوجي، عدم الضرر لأي حيوانات أو طيور أو كائنات، بالإضافة إن هي لا غنى عنها مع المبيد الحشري. لو كنت مهتم أو محتاج إن أنت تطلب المبيد اتصل بينا على صفحتنا، ممكن يكون عندك المبيد بس أكيد إن شاء الله هنوصله لك. شكرا ليك.